hello everybody how are you? I hope you are fine. Welcome to a new lesson. Today we have a very simple and easy lesson. We are going to talk about as long as so long as what does that mean in Arabic? معناهم او ترجمتهم باللغة العربية بشرط أو طالما طالما أو كما تقول بشرط you can use تستطيع أن تستخدم as long as or so long as وتعني طالما أو شريطة أن for example على سبيل المثال you can borrow my car أنت تستطيع أن يعني تستعير سيارتي as long as طالما أنك you promise أنك توعد توعدني أنك not to drive too fast ألا تقود بسرعة كبيرة too fast طبعا البعض يقول انا بسمعها لكن مش عارف كيف استخدمها ومش عارف معناتها ناو يو نو ذا مينينج الان تعرف المعنى از لونج از طالما او شريطه شريطه ان طيب كيف استخدمها انا يا استاذ مراد تعال نركز كذا ستيب باي ستيب خطوه خطوه انا مش اعطيك المعنى كذا واتركك يور لوست انت ضائع لا اي وونت يو تو يوز ات اريدك ان تستخدمها في جمله ركز انه قال يو كان بورو ماي كار أنت تستطيع أن تستعير سيارتي. ما جاء قبل الأز لونج أز قبلها ما جاء هو سابجكت فيرب تو فيرب صحيح. ماي كار يعني فاعل ثم فعل ثم مفعول به. أنت الفاعل أنت الذي يعني الفاعل في الجملة. والفعل تستطيع أن تستعير فعلين لا يوجد إشكالية فعل أو كم فعلين. ماي كار يعني سيارتي مفعول به. ممكن أن نغيرها ونقول you sleep you go you buy وتضع اي مفعول باخر جاءت ثم as long as ركز على as long as انني وضعتها ما بين جملتين تو سنتنسز الجمله الثانيه you promise فاعل من جديد وفعل يعني هنا كان بادئ الجمله بفاعل ثم ياتي الفعل فعلين ثم my car هو الاوبجكت طيب أنت تستطيع أن تستعير سيارتي شرط شريطة طالما يعني هي معنى واحد طالما أنك أنت توعد ثم بدأنا بجملة جديدة فاعل ثم فعل بعد كده قال not to drive too fast نفس الطريقة عندما أنت تريد أن تكون جملة نفس الموضوع اعمل نفس طريقتي you can change only the words تستطيع أن تغير فقط the vocabulary المفردات فتستطيع مثلا أن تقول she can she will she could غير كما تريد لكن تعال نغير نفس المثال حتى لا نصعبها. she can she can باي تستطيع ان تدفع she can sleep in my room واحده تقول هي ممكن ان هي تنام في غرفتي بس بتحب تشترط عليها شرط she can sleep she can sleep in my room ايوه ما هو شرطي as long as طالما هي او بشرط ان هي she doesn't speak أو بشرط إنه هي she pays إن هي تدفع 100 دولار يعني ضع الشرط الذي يناسبك الآن هل فهمت كيف تستخدم as long as I don't want to give you just words أنا لا أريد أن أعطيك كلمات فقط ونحفظ معانيها هذا هو ما يحصل عند كثير من الطلاب يأخذ الكلمات حتى يقول استاذ مراد أعطينا كلمات كل يوم كلمات يا أستاذ يا فلان What's the benefit؟ ما الفائدة؟ If you have vocabulary عندك الكلمات but you don't know how to use them لا تعرف كيف تستخدمهم What's the benefit؟ You have a car عندك سيارة but you don't know how to drive it. لا تستطيع أن تقودها أوكي؟ <applause> okay. الآن أنت you give it a try حاول أنك أنت تضع as long as طبعا تستطيع أن تغير so long as نفسها يا أستاذ مراد نفسها بنت عمها بنت خالتها the same the same نفسها طيب provided provided أو providing وهذه أيضا تعني نفس الطريقة شريطة بشرط نفس الطريقة احنا اليوم بنتكلم على الشروط يعني احنا بنضع شروطنا واللي عاجبه عاجبه في دونت don't like it, هذا شرطي تعال نشوف كيف استخدم هذه الجملة I don't mind I don't mind تعني أنا لا أمانع I don't mind which hotel أي فندق we stay at أي فندق إحنا بنمكث فيه provided شريطة بشرط إنه the room is clean إن الغرفة نظيفة أنا I don't mind لا أمانع Do you mind؟ السؤال منها Do you mind؟ هل تمانع if I sit and اجلس next to beside you بجانبك؟ No, I don't mind. لا أمانع. إذا لا أمانع. I don't mind which hotel we stay at في أي فندق إحنا بنمكث فيه. Provided شريطة بشرط إنه الغرفة is clean. وأنت تستطيع أن تغير الموضوع. As I told you, كما أخبرتك. I, uh, I don't mind which uh, institute أي معهد أنا أدرس فيه. طالما أن المدرسين جيدين. I don't mind which institute I غير ال I I study at provided the teacher is qualified طالما أن المدرس مؤهل perfect is good طالما أن هو مدرس جيد أيضا you can change تستطيع أن تغير مش فقط بأنه I don't mind تستطيع أن تستخدم جمل كثيرة يعني وتستطيع أن تضع provided أو providing but ولكن هناك ملاحظه اريدك ان تركز عليها وهي when you are talking about the future عندما تتحدث عن المستقبل وحبيت تستخدم ادوات الشرط هذه ان تشترط على الناس dont use لا تستخدم كلمه will بعد كلمه unless unless ايضا ما لم يعني ما لم و as long as ولا so long as ولا provided ولا providing لا تستخدم كلمات ويل الموضوع بسيط it's very simple واحد يقول مش فاهمك يعني مش فاهم ايه هو يقول لك لا تستخدم ويل بعد هذه الكلمات مش فاهم ايه واحد يقول وضحها اكثر بأمثلة معلش يا استاذ مراد استحملنا مستحملكم يا عمي على عيني وراسي I am not out واحد بيقول انا مش هخرج Unless malam it stops raining ما لم انها ستتوقف المطر او توقف الامطار. طبعا يقول هو طبيعي كذا الجمله لا أو في الاغلب الناس كيف يقولونها؟ I'm not out او I'm not going out تستطيع ان تقولها. هو خد بالك انه قال after بعد بعد ما قبلها ما فيش مشكله هو همشي بعدها. I'm not out unless it stops. البعض يستخدمها unless it will stop. صح ولا لا؟ ما لم انها سوف تتوقف الامطار، فلذلك هو يحذرك من هذا الخطا. يعني انت ممكن تستخدم جمله اخرى وتقول أي آه I can't promise you لا استطيع ان اوعدك unless ما لم you will promise me انك سوف توعدني، كذا خطا. المفروض ان تقول I can't promise you unless you promise me مش unless you will هو يقول لك لا تستخدم unless مع بعدها ويل باختصار يعني كده الموضوع بسيط ما لم أنا مش هدفع ما لم هي تدفع I will not pay قبل الأنلس ما فيش مشكلة لكن بعد الأنلس أنا مش هدفع ما لم هي تدفع I will not pay unless she pays ما لم هي تدفع لا تقول أليس she will pay فهمت الخطأ؟ أعتقد أصبحت واضحة It's the same thing نفس الطريقة بكلمة providing أحيانا البعض لا يعرف انه ممكن تستخدم بروفايدنج بأول الجملة هذه بروفايدنج تستخدمها في أول جملة وترجمتها بشرط بشرط ان الـ weather is good we are going to play football هذا شرط يعني إذا كان الجو is not good خلاص مش هنروح طب واحد يقول مش كذا الطبيعية؟ لا الطبيعي ان البعض يقول بروفايدنج ذا ويذر ويل بي يتوقع كذا أنا كاتب لك هنا نوت يعني لا تقل Providing the weather will be بشرط ان الطقس سيكون جيد يعني باختصار كده يا جماعة درس اليوم is very simple بسيط جدا نتكلم على as long as so long as و provided أو providing لوضع الشروط بتشترط على الناس واخذنا عليها امثله وغيرنا الامثله كل ما عليك ان تعمله حتى ألس جديده كمان هي او اضفناها في الاخر الدرس وتعني مالم أه ما لم شريطه طالما تمام هؤلاء الشروط لا تستخدم معهم عندما انت تتكلم عن المستقبل صح ان انت يو ار توكينج اباوت ذا فيوتشر لكن لا تستخدم بعدهم فقط طب ماذا استخدم استخدم المضارع البسيط يعني الجمل اللي هتاتي بعد unless as long as ولا so long as ولا provided ولا providing ياتي الفعل فيها في المضارع البسيط نعم انت تقصد المستقبل لكن اذا قصدت المستقبل فضع الفعل بعدهم في حاله البريزنت سمبل اذا كان هي وشي وات فضع اس بعدهم اذا كان اي يو ذي وي يضع الفعل طبيعي وهذه قاعده المضارع البسيط يعني عاملهم كانها مضارع بسيط ولكن بمعنى المستقبل واضحه الامور اذا كنت جديد في قناتي وتريد ان تشاهد الفيديوهات السابقه all you have to do كل ما عليك ان تعمله ان تضغط اسفل الشاشه التي امامك سوف لك في الاعلى قائمه تشغيل من خلال قائمه التشغيل اضغط على قائمه التشغيل سوف لك فيديوهات المستويات السابقه ابدا من المستوى الذي يتناسب لك او معك وهناك اختبار في نهايه كل مستوى اذا اردت ان تعرف اين تبدا ابدا من المستوى الذي يتناسب لك عن طريق انك تمتحن نفسك في نهايه كل فيديو thank you very much for your watching شكرا جزيلا لمشاهدتكم good luck حظاً موفقاً أنسيسون لكم قريباً.